الكلاسيكو الرابع في الموسم على صفيح ساخن، وعندي زر عن مدرب من القطبين، وخطوة مميزة لو قامت بها أنديتنا الجماهيرية ستكسب بها رضا جماهيرها وزيادة عشق أساطيرها لها. لحتى تعرفوا القصة تابعوا جرينتا للأخير. أهلا بكم. يلتقي الوحدات والفيصلي للمرة الرابعة هذا الموسم، اليوم بإياب كأس السوبر، في المباراة اللي انتهت نتيجة الذهاب فيها فوز الوحدات 2-1. طبعا المباراة الأولى بين الفريقين هالموسم كانت ببطولة القدس والكرامة، انتهت 1-1 النتيجة فيها وما اكتملت، واعتبار الوحدات فائزا بنتيجة 3-0. والمباراة الثانية فاز الفيصل ببطولة الدرع 1-0. كلنا بنعرف انه المباراة مهمة لكل فريق، وكل جمهور بيتمنى يكون اللقب من نصيبه، لكن بنأكد بأن الوحدات تفوق فنيا في مباراة الذهاب واستحق الفوز، وكل شيء وارد في لقاء اليوم، والأهم من كل شيء انه المباراة تخرج بخير وسلام. أنس العوضات اللي كان مطلوب من أندية محلية وخارجية كان العلامة الفارقة في المباراة الأولى لما دخل بديل وسجل الهدف الأول وساهم في الهدف الثاني في الوقت القاتل، فهل راح يبلش مباراة اليوم أساسي؟ صراحة كان بيستاهل العو الضجة اللي صارت عليه قبل ما يوقع مع الوحدات، وتفضيله لنادي الأم على نادي الحسين. في المقابل الفيصلي ما ظهر بالصورة المطلوبة، بيعول على أصوات جماهيره لصناعة الريمونتادا الليلة، واللي ممكن من خلال المباراة نشوف هداف الدوري التونسي الموسم الماضي رفيق كامرجي، اللي بتتمنى الجماهير يكون المنقذ ويعدل الأوضاع وينتصر ويتوج الأزرق. تعالوا أحكي لكم سر ممكن يتغير بعد نتيجة اليوم، وهالكلام بيطلع للمرة الأولى على وسائل الإعلام. المدرب البوسني للوحدات داركو نستروفيتش، وبحسب مصادر خاصة في نادي الوحدات، قدم استقالته 3 مرات خلال الفترة الماضية، أي ببطولة الدرع، وكان يفكر بالمغادرة بعد السوبر سواء فاز الفريق أو خسر، بس بعد الأداء اللي صار بالمباراة الماضية وتحسن الفريق بشكل عام ممكن يغير رأيه ويستمر مع الوحدات. وحتى نضل بأجواء الكلاسيكو بتساءل مع نفسي أيام وبحكي إنه مر على أنديتنا أساطير كثيرة، وغالبا ما بتم تكريمهم بالطريقة اللي بتمناها المشجع قبل اللاعب نفسه، وأنا اليوم بدي أحكي لكم فكرة جديدة قديمة انطرحت سابقا بس ما تم التركيز عليها كثير. قصة حجب الأرقام، تعرف إنه أندية كثيرة حول العالم ممنوع لاعبينها يرتدوا رقم معين تكريما للاعب مر على هالنادي أو كان أحد المخلصين له وقدم مستويات وفاز بألقاب عديدة معهم، فقرروا يكرموه بهاي الطريقة البسيطة. طبعا في طرق كثيرة أيضا مش بس هاي، بس برضو هاي الفكرة بتخلي على باله أي واحد يتساءل وين هالرقم، ممكن يكون مهم موجود بقائمة أي فريق. ومن أبرز اللاعبين اللي تم تكريمهم بهاي الطريقة الأسطورة الراحلة دييغو أرماندو مارادونا، ممنوع حد يلبس رقم 10 مع نابولي الإيطالي حتى الآن، والبرازيلي بيليه الرقم نفسه مع نادي نيويورك كوسموس الأمريكي، الأرجنتيني خافيير زانيتي والرقم 4 مع إنتر ميلان الإيطالي، ومع الجار ميلان اللي حجب الرقم 3 عشان باولو مانديني، ورقم 6 كرمال فرانكو باريزي، وغيرهم الكثير. فتخيل لو تم حجب الرقم 13 من نادي الوحدات، والمدرب البوسني بتساءل ليش هالرقم تحديدا، وتحكي له الإدارة أنه أفضل لاعب مر على تاريخ النادي رأفت علي ارتدى هالرقم، ووقتها بيعرف مين البيكاسو، والأمر نفسه على حسون الشيخ والرقم 6 مع النادي الفيصلي والرقم 20 مع نادي الرمثة والهداف بدران الشقران. القصة هون مش بس عشان اللاعب فاز معهم بألقاب، برضو عشان ولائهم للنادي، فياريت أنديتنا تفكر بهالخطوة. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن مين آخر بطل محلي فاز بلقب كأس السوبر؟ اكتبوا لنا لو عرفتوا الإجابة بالتعليقات. وفي النهاية لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الشاشة، لايك على الفيسبوك، فيلو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب. استنونا في الحلقة الجاية من جرينتا، معكم أنا مهند جويلس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.